مساء الخير. الزواج من بنت أمريكية. الزواج من أمريكية عبارة عن مشروع واستثمار رائع. أول شيء بعد كتب الكتاب مباشرة بشهر أو شهرين تمزع جرين كارد أمريكي أو ما يسمى بكرت غوار، وطبعا هو بكون تذكرتك لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. ثاني إشي تجهيزات العرس، كل الجالية العربية بتساعدك في عرسك، ناس مرتاحين بيقدموا لك القاعة وناس بيقدموا لك السيارة وإلى آخره، وطبعا أبو زيد خالك لأنك مش راح تدفع ولا نكلة. يوم العرس بعد العشاء مباشرة بصير هالمكوط يرف، الطفران بيمزعك $200 كحد أدنى، والمرتاح بيرمي 1000 وإطلع، يعني تجمع لك ليلة العرس من 15 لـ20 ألف دولار، وطبعا هاي خميرة حلوة كثير لتبدأ مشروعك في أمريكا. بعد الزواج بتكون المدام بتشتغل وبتعملها $4000، مع $5000 من مشروعك هي بتحكي عن $9000 على المطرح، وعيش يا ملك. وهيك انت بتكون انتقلت نقلة نوعية من عامل بطون عندك في البلاد ب50 شيكل باليوم لرجل أعمال أمريكي براتب $9000، وصحتين يا كبير ويعطيكم العافية.